زواج الفنانة بوسي أرملة الفنان الراحل نور الشريف من رجل أعمال مصري مشهور، والديانة الحقيقية للفنانة بوسي وحقيقة زواجها عرفي من فنان مشهور جدا. كل هذا وأكثر ستشاهدونه في هذا الفيديو، ولكن قبل ذلك لا تنسى الصلاة على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو. ولدت بوسي في حي شبرا بالقاهرة، تخرجت من كلية التجارة عام 1977، بدايتها الفنية كانت في سن مبكر، حيث شاركت في مسلسل جنة الأطفال وهي في العاشرة من عمرها. على مدار تاريخها الفني الطويل شاركت في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية، وأبرز أدوارها في التلفزيون كان في مسلسل خالتي صفية والديار، هي شقيقة الممثلة نورة. تزوجت من الفنان نور الشريف عام 1972، وأنجب سارة نور الشريف ومي وهي تعمل كممثلة، وتم الطلاق بينهما عام 2006 على إثر الخلاف بسبب علاقة نور الشريف بممثلة شابة، فطلبت بوسي حينها الطلاق. وفي عام 2015 عادت إلى نور الشريف بعد انفصالهم الذي استمر لتسع سنوات، حتى توفي نور الشريف في أغسطس من نفس العام. المهر نصف مليون دولار. زواج الفنانة بوسي بعمر 69 عام يثير ضجة ويصدم الجمهور. زواج بوسي أرملة نور الشريف سرا رغم تجاوز عمرها 69 عام. ضجت وسائل السوشيال ميديا بأنباء زواج الفنانة بوسي من رجل أعمال مصري بمهر بلغ نصف مليون دولار، الأمر الذي صدم الجمهور. أكد مصدر مقرب من الفنانة بوسي إنها تزوجت سرا منذ عدة أيام من رجل أعمال مصري، حيث لم تحتفل بوسي بالزواج واكتفت بعقد القران داخل منزلها بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة. وأضاف المصدر أن بوسي حرصت أن يكون الأمر سريا نظرا لتقدمها في العمر، وتقديرا لمشاعر بناتها سارة ومي، حيث إنها تجاوزت عامها 69 منذ عدة أيام. وأوضح المصدر إنها رفضت أيضا السفر معه لقضاء شهر العسل، وفضلت أن تبقى بالقاهرة حتى لا يلاحظ أحد إنها تزوجت سرا. وتداول العديد من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي في الأونة الأخيرة نبأ زواج الفنانة المصرية الكبيرة بوسي زوجة النجم المخضرم الراحل نور الشريف، كما وأصبحت بوسي محور الحديث على مواقع التواصل بعد انتشار خبر زواجها من رجل أعمال. وفي إحدى المقابلات التلفزيونية المصورة كانت الفنانة بوسي قد رفضت الجواب على سؤال حول تجربة الزواج من جديد، إلا وأن مقدم البرنامج قد ألح عليها لتجيب على السؤال، فردت الفنانة بوسي قائلة: من الممكن ولكن لا أقول ذلك بشكل حازم ومصر. وحرص أحد المصادر المقربة من بوسي البالغة من العمر 69 عام على تأكيد تلك الأخبار التي انتشرت مؤخرا، والتي كانت أحدها عن زواج الفنانة برجل أعمال شهير رفضت الإفصاء عن اسمه. تعتبر الفنانة بوسي من محاسن المجتمع الفني الكلاسيكي، وتم تصنيفها ضمن أجمل نجمات الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين. ما هي ديانة الفنانة بوسي الحقيقية؟ الاسم الحقيقي للفنانة بوسي هو صفيناز مصطفى محمد قدري، الديانة هي الإسلام. اسم الشهرة هو بوسي، تاريخ الميلاد 26 نوفمبر عام 1953، العمر 69 عام، مكان الميلاد شبرا القاهرة، الإقامة الدائمة في القاهرة، الجنسية مصرية، الحالة الاجتماعية أرملة الفنان الراحل نور الشريف، وتزوجت من رجل أعمال مصري مشهور في السر. عدد الأبناء هم سارة ومي. مسيرتها الفنية تمتد مسيرة الفنانة بوسي الفنية من عام 1962 حتى الوقت الحاضر. تنحدر بوسي من عائلة مسلمة محافظة، وهي عائلة سنية، عاشت سابقا في حي شبرا
ومن المعروف أن بوسي زوجة الفنان نور الشريف الذي توفي في عام 2015. اسم بوسي الحقيقي كما ذكرنا هو صفيناز مصطفى محمد قدري. هي فنانة موهوبة تحب الفن منذ الصغر، ظهرت كممثلة منذ سن العاشرة، شاركت في مسلسل جنة الأطفال. هي فنانة الثمانينيات والتسعينيات في الوطن الفن المصري، لذلك اختارت اسم بوسي الذي تبنته شقيقتها المعروفة باسم نورة. ونورة اسمها الحقيقي هي علوية مصطفى قدري. حقيقة زواج بوسي عرفي من الفنان فاروق الفيشاوي. تداولت أقاويل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بزواج الفنانة بوسي من الفنان فاروق الفيشاوي بعد وفاة زوجها النجم نور الشريف مباشرة، مما أثار حالة من الجدل بين الجمهور متسائلين عن حقيقة الأمر. وتداولت الكثير من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن زواج الفنانة بوسي من الفنان الراحل فاروق الفيشاوي. وأبدت وقتها الفنانة بوسي انزعاجها من الخبر المنتشر مؤخرا بأنها تزوجت من الفنان الراحل فاروق الفيشاوي سرا، لتكتب كلمات حاسمة عبر حسابها على الفيسبوك. وكتبت الفنانة بوسي على حسابها على الفيسبوك للرد على خبر زواجها من فاروق الفيشاوي قائلة: زواجي من الزميل العزيز فاروق الفيشاوي إشاعة سخيفة من ناس مريضة، وأقول هل هذا زمان كل شيء مباح من أجل المادة أو الشهرة؟ لمطلقي هذه الإشاعة على الأقل احترموا الأسرة. وكانت شائعة زواج بوسي وفاروق الفيشاوي انطلقت بقوة. ليس هذا فقط، بل انتشر خبر يفيد أن ابنتها الفنانة مي نور الشريف منهارة من جراء هذه الصدمة، وتبرأت من الفنانة بوسي. في حساب الفنانة بوسي حوالي 90 فيلما سينمائيا و96 مسرحية تلفزيونية و8 تجارب مسرحية، بالإضافة إلى بعض المشاركات الإعلامية والإذاعية. ومن أبرز أعمالها ما يلي: مسرحيات حذاء أحمر، لوز وفول سوداني، مسلسلات الحرام لك، ارجع يا أمي، القاهرة والناس، العمة صفية والدير، جنابي غير مقيد، وأفلام دائما حبيبي، الشيطان يغني بلطف، شياطين المدينة.